نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحياه التحكيميه. كابتن ناصر منور. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي ابو الرحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. منورنا يا كابتن. مبروك نادي الاهلي كابتن على الفوز وعلى الاداء والنتيجه، وارد لك لنادي حرس الحدود. سريعا نروح للطاقم التحكيم، وهندي بس بدايه كابتن عادل تقييم لدرجه الحكم في هذه المباراه، وده مهم جدا جدا. البعض يرى ان المباراه سهله، يعني البعض يرى ان المباراه سهله وان تقييم الحكم بيبقى يعني صعب انك انت تقيم الحكم، ولكن انا بتكلم النهارده كابتن ممكن تكون المباراه سهله كابتن اسامه. سهله مباراه؟ سهله، في اخطاء تحكيميه كتيره جدا، وممكن تكون صعبه وما فيش اخطاء تحكيميه، يعني هو مش شرط. ولكن خليني اقول لك على الورق المباراه سهله، ولكن الشوط الاولاني يا كابتن عادل كان الامور كانت صعبه، هدف وتحكيميا هدف واحد في مباراه بيصعب الامور. يمكن الشوط الثاني الدنيا فكت والنادي الاهلي سجل الثاني والثالث، ولكن خلينا نتكلم على امين عمر يا كابتن ايمن كحكم. كنت اتكلمت مع حضرتك في تطوير الحكام، لابد ان يكون في ميدان اللعبه يا كابتن اسامه. كابتن بلال، احنا مش هينفع ان مدرب يختار 11 لاعب من المحاضرات النظريه وما ينزلش الملعب. واحنا كنا اتكلمنا على فيتور بيريرا الخبير، وقلنا ان لابد ان هو ينزل الملعب مع الحكام، شوف الحكم، شوف الوزن، شوف الستايل، شوف السرعه، شوف التحركات، يصحح من الاخطاء. كابتن بلال الفتره اللي فاتت كان في مشكله كابتن عادل في التمركز بتاعه الحكام وقراءه اللعب. شفنا اكتر من مره حاله جات الكره في الحكم والحكم كان سبب، يعني كان سبب في انه جه هدف وعملت مشكله كبيره جدا. المعسكر اللي فات بريرا نزل الملعب، والاول مره يمكن من 3 اشهر من اول ما جه ينزل كابتن بلال الملعب مع الحكام يشتغل تدريب عملي، وهو ده التحكيم. يعني هو ده التحكيم، لو انت عاوز تطور انزل شوف الحكم، شوفه، اديله خبرتك كراجل مسؤول، وهو ده اللي بنتكلم فيه. امين عمر النهارده كان في المباراه كابتن ايمن تحركات نموذجيه باللي احنا بنشوفه في حكام افريقيا. النهارده امين عمر يمكن جايب كذا حاله، لا تحركات نموذجيه، ازاي بيخرج من اللعب او محيط اللعب، ازاي بيخرج بشكل سريع، ازاي بيعمل حاجه اسمها تنويع في اسلوب الجري كابتن شريف، يعني ما يبقاش هو جريه على نمط واحد، يعني بيعمل ازاي من تحمل سرعه لسرعه لرشاقه ومرونه للخروج بالظهر او بالجنب. حالات التحكيميه النهارده اجاد النهارده امين عمر كابتن ايمن. حالات تحكيميه معانا يمكن هو اعتمد على نفسه بشكل كبير جدا ونسي خالص الفار، وهو ده الكلام اللي احنا بنقوله يا كابتن بلال، اشتغل على نفسك، طور، اهتم، انسى ان في فار الا في الحالات الصعبه. امين عندنا مساعد رقم واحد كان احمد عبد الغني، وكان مساعد رقم 2 رمضان هنداوي، بنقول له اخر موسم ليه يا كابتن شريف، هو بيعتزل، بنقول له ربنا يوفقك وان شاء الله تبقى محاضر. وعندنا محمد ابراهيم الحكم الرابع، كان على الفار مصطفى الشهدي وهيثم الحكم من سوهاج. نشوف الحالة الأولى معانا ونشوف الحالة ديت كابتن احنا بنتكلم فيها، وديت ان الحكم حسب الهدف، وهنا الفار كابتن احمد لغى. انا جايب لقطتين يا كابتن، وهنا اللقطة الأولى اللي هي اللقطة العادية، وبعدين جايب لقطة الفار هنا نشوف الفار هنا. لا خلينا بقى في اللقطه الاولى ديت، ايوه لا الاولى اللي هي من غير الفار الاول، لا نقف في لحظه التمرين من فضلك بس كابتن اسامه. ايوه بالعين المجرده، بالعين المجرده. تسلل. طبعا رغم ان الحكم المساعد هنا احمد غني واقف كويس قوي قوي، واقف صح، ولكن يعني هي لعبه صعبه. وهنا التسلل موجود يا كابتن، هنا لاعب النادي الاهلي محمد شريف كان في التسلل، وبالتالي احمد عبد الغني سمح باستمرار اللعب وحسب الهدف، وامين عمر حسب الهدف، وهنا الفار جه شيك. ونشوف لقطه الفار بقى ونشوف الخطوط اللي مرسومه اللي عملها مصطفى الشهدي في هذه المباراه. هنا امين عمر بعد مراجعه الفار حسب التسلل، نشوف هنا، لا هات بقى لقطه الفار، ايوه هنا هنا كابتن بنشوف هنا الخط الاحمر اهوت على جزء من الكتف محمد شريف، وبالتالي هنا التقدم كان موجود والهدف ملغي، هدف صحيح للفار. وانا بحيي طبعا الخطوط كانت كويسه من حكام الفار. الحاله الثانيه، تمام، الحاله الثانيه
هنا طبعا عاوزين نقول حاجه يعني البعض يقول لك اصل في حاجه، لا هنا بص لحد دلوقتي كابتن ده اسمه تنافس عادي جدا جدا جدا. نشوف هنا اللعبه ديت، هنا المدافع هنا رجع الكره للحارس، الحارس كان متقدم، وهنا نشوف هنا ضغطة طاهر، هنا ما عملش اي حاجه خالص يا كابتن غير ان هي الكره دخلت الجون، وبالتالي هنا هدف صحيح للنادي الاهلي عن طريق المدافع، ما فيش اي مخالفه تمت من محمد طاهر. اللي بعد كده شوف هنا حاله مهمه جدا جدا، وهنا رامي ربيعه هنا بنشوف هل هنا كان في بطاقه كابتن شريف. شوف هنا اعتقد ما لمسوش يا كابتن. كابتن ماشي، ما هو بص يا كابتن هنا ماشي، الدخول بهذا الاسلوب يا كابتن هنا خطر. في القانون على الاقل فيها بطاقه صفر، خلي بالك الحذاء دوت لو راح في الوش بقوه بتيجي من صفرة للحمراء، ولكن هنا بنقول ايه، هنا كان يجب الحكم يشهر البطاقه الصفراء في هذه الحاله لرامي ربيعه، ولكن طبعا هو احتسب المخالفه ولم يشهر البطاقه الصفراء فيها. الحاله اللي بعد كده شوف هنا بقى حاجه مهمه جدا، ومعلش يعني سامحني تاني هنرجع من الاول، بس هنرجع من الاول بس كابتن هنا واحده واحده. شوف امين عمر كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن عادل، شوف تحركات امين عمر مظبوط وبيوسع حاجه نموذجيه. شوف هو فاهم كويس قوي قوي هو بيروح فين، يعني هو جه هنا قرب اهو تمام، وبعدين الكره رجعت يا كابتن بلال. شوف هنا عمل ايه، شوف التحركات امين شوف 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 لما لقى الضغط عليه عمل ايه، بص الجري الخلفي وسع لنفسه، ما دخلش في حدود اللعبه يا كابتن، وعمل ربكه لنفسه وعمل مشكله، ولكن هو ده الحكم زي ما بيتحكم لابد يكون عندك فهم وقراءه لعب للفريقين. طبعا دي حاله من حالات التحرك ما حدش كتير بيجيبها في التحليل التحكيمي يا كابتن عادل خلي بالك، ولكن دي درس للحكام. احنا بنقول احنا بنساعد لجنه الحكام في تطوير اداء الحكم، هم نزلوا في المعسكر الاخراني اشتغلوا الشغل ده، فاحنا بنقول بنحيي امين عمر على التحرك في هذه الحاله، وازاي هو ومتابع اللعب وهو بيرجع بظهره، وده حاله نموذجيه يا كابتن شريف للحكم امين عمر. الحاله بعد كده شوف هنا على طول هنا المعيار واحد، هنا مخالفه، المسك موجود، وهنا تعاون جميل جدا جدا من احمد عبد الغني مع امين عمر، وهنا اشهر بطاقه الصفراء تعطيل هجوم، نقول ماشي، نقول مسك، نقول ماشي للحالتين، الانذار هنا كان انذار وجوبي، هنا المسك موجود وقرار صحيح من امين عمر باشهار البطاقه الصفراء للاعب حرس الحدود. الحاله بعد كده انذار هوت والانذار صحيح، برافو امين، والنهارده كنت متميز امين، حاله من الحالات المهمه جدا، لعبه مهمه جدا جدا، تعادت اكثر من مره، ونشوف هنا طاهر شاط تقريبا، وبعدين ايه اللي حصل، نشوف هل في مخالفه او هل في اعاقه او في عرقله من المدافع للاعب من الاهلي. نشوف هنا اللعبه ديت يا كابتن تاني، هنا من الزاويه دي بيبين ان هنا طاهر سدد تمام، والكره ترتد من حارس المرمى ثم تذهب لطارق طاهر، وهنا مفيش اي حاجه خالص يا كابتن بلال خالص، وهو يمكن اختل التوازن لما جه شاط حصل السكوت، وبالتالي هنا استمرار اللعبه كان قرار صحيح من امين عمر، بحيي امير، وده اختبار حقيقي في الصندوق، خلي بالك يا كابتن بلال يعني اي حكم ممكن يقع في المشكله دي، يعني من خلال الشكل يحسب ركله جزاء، ولكن هنا كان القرار صحيح ما كانش فيه مخالفه بركله جزاء، والقرار كان قرار صحيح لامين عمر. يلا الحاله بعد كده شوف هنا عند رمضان هنداوي، يمكن بنقول رمضان احنا بنقول الفار موجود يا كابتن اسامه، طالما الفار موجود يعني انتظر شويه، لان انا شايف ان الحاله ديت هنا يا رمضان يعني اعتقد ما كانش فيها تسلل. شوف هنا لحظه اللمس هنا، بس شوف هنا القدم هنا اليسرى للاعب حرس الحدود بلال هنا مغطيه تقريبا التسلل، وبالتالي هنا بقول لرمضان هنداوي كان يجب عليك انك انت تخلي اللعبه توصل صحيح، وبعد كده لو في اي مشكله الفار بيصحح لي الحاله. الحاله اللي جايه دي مهمه جدا جدا يا كابتن شريف، وبتعمل مشاكل كتيره جدا جدا، وحاله تعليميه للحكام. هنا ركنيه بتتنفذ يا كابتن بلال، نشوف كده معلش راجع لي، دي اخر حاله هنتكلم فيها. هيحصل هنا في مشاكل ما بين او اشتباكات ما بين اللاعبين هنا هنا وهنا، شوف هنا ده زق وده عمل وده عمل، امين عمر عمل ايه؟ وقف، ده قبل ما الكره تتلعب راح موقف. مظبوط. حاجه اسمها التحكيم الوقائي يا كابتن بلال. يعني ايه التحكيم الوقائي؟ يعني الحكم بيلحق المشكله يا كابتن عادل قبل ايه؟ قبل ما تحصل. قبل وقوعها. لان لو الركنيه اتنفذت خد عندك بقى.
يا ركله الجزاء يا فاول هنا يا تشابك هنا. فهو هنا امين عمل يا كابتن شريف، راح موقف وراح رايح هنا شوف هنا قبل ما يحصل كل الكلام ده، راح مصفر وقال لك استنى، وجه هنا اتكلم مع لعيب حرس الحدود. وهو ده التحكيم اللي احنا عاوزينه يا كابتن، لازم يكون عندك قراءه، ما تعملش مشكله لنفسك طالما انت في ايدك الامور، خليك انك انت تبقى بتحكم تحكيم وقائي وما تعملش مشكله. يمكن النهارده بشكل عام بقول ان النهارده يمكن اعلى درجه بديها النهارده الامير عمر، ودي درجه ما بياخدهاش الحكم الا في المباريات اللي هي حالات كتيره. انا النهارده بدي له 9 من 10 كابتن بلال. يمكن المساعدين النهارده ما كانوش على المستوى، لكن الفار النهارده كان موجود وامير عمر النهارده موجود. نتمنى واحنا قلنا دايما يا كابتن ايمن ايجابيات الحكام احنا بنقولها في قناه الاهلي، يعني عندنا ايجابيات بنقولها عشان نساعد التحكيم في الفتره اللي جايه، بالتوفيق لجنه الحكام وتوفيق الحكام، ومبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك كابتن، شكرا جزيلا، شرفتنا يا كابتن نصر. شكرا كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وحرس الحدود والمؤجله من الاسبوع 16 للدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 وتصدره للقمه منفردا مره اخرى. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق المباراه القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده وامتعوني، كابتن شريف عبد النعيم، شكرا يا كابتن، شرفت. بشكرك كابتن ومبروك، وعبال الماتشات الجايه كلها باذن الله. الله يبارك فيك كابتن. كابتن عادل الرحمن، شكرا كابتن، شرفتني. شكرا، مبروك. والدوري هيتحسم قريب ان شاء الله. لسه باذن الله. كابتن اسامه عربي، شكرا كابتن، شرفتني. شكرا، الف مبروك، وان شاء الله الدوري يتحسم باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن، الف شكر. شكرا كابتن. جميل الكلام. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، أطيب المنى وورقة حياتي.